المنع من السفر، يعني الكلام عن اجانب، انا دائما اتلافى يعني في المحاكم بصفه عامه، لا ينظر للشخص على انه مواطن او اجنبي او، ولكن تقدر المساله حسب القانون. اذا خشي من سفر او تهرب او بيشرد، ما يمكن مواطن لكن عنده اماكن في دول ثانيه ويهرب اموالها كلها لها وانتهى الموضوع. النظره مختلفه. مساله المنع من السفر اذا كانت هي الوسيله ان انا استحصل كل اموالي من الشخص اثبتت عدم فاعليتها. عندنا حالات وشفتها بعيني، اجانب وكانت اجانب يعني ليس له اهل في البحرين، وقاعد في البحرين لفتره تجاوزت 10 سنوات ما عنده شيء ومو قادر يسافر لمصلحتنا. في حين ان من المفترض ان انا عندي سند تنفيذي من الممكن انفذه في اي مكان في العالم، اتتبع امواله. ليش ما تتبعها؟ ليش يمنع من السفر هذا الشخص او هذه المراه وصارت حالات انسانيه وتدخل فيها القضاء ورفع المنع السفر عنه؟ لكن صارت. فاليوم مثل ما قلت يجب ان نتوقف عن مساله يعني ملاحقه المنفذ ضد، هي ملاحقه الاموال، ولكن بالقدر اللازم. اذا كان في تهرب، اذا كان في اجراءات باخذها، ممكن منع من السفر لمده 3 اشهر، في 3 اشهر، في 3 اشهر، 9 اشهر، فاعتقادي انها كافيه لهذا التعاقب.